عسل النحل هو لعاب النحل، مادة حلوة يخرجها النحل من بطونه مما يجمعه من رحيق الأزهار، وهو غذاء هام يحتوي على سكريات أغلبها أحادي وخمائر وأحماض أمينية وفيتامينات متنوعة ومعادن. يتم تصنيع العسل من رحيق الأزهار الذي تجمعه شغلات النحل من الأزهار المتنوعة والمنتشرة في حدود المراعي حول المنحل. وبعد أن يتحول هذا الرحيق عبر عمليات الهضم الجزئي وتقليل الرطوبة إلى سائل سكري يخزن في العيون السداسية وتختم عليها بأغطية شمعية، والغرض من تخزينه هو توفيره كطعام للخلية وللحضنة ولتحمل الشتاء، ويطلق عادة على العسل الذي ينتج نحل يعيش طليقا في الطبيعة بالعسل البري. لكن هل سمعتم من قبل بعسل الهلوسة؟ هذا ما سنراه في هذا الفيديو. سلام، معكم معاذ في فيديو جديد. مرحبا بكم في عالم الغرائب والعجائب على قناة عقول حرة. العسل المهلوس الأغلى والأخطر في العالم. توجد خلايا النحل العملاقة على سفوح جبال الهيمالايا في نيبال، وتكون عملية جمع العسل محفوفة بالمخاطر الشديدة عند تسلق المنحدرات العالية على سلم من الجبال الرفيعة، كما أن الأمور تزداد صعوبة عند مواجهة أسراب النحل الغاضب للحصول على عسل ثمين. العمال من قبيلة المجاورة يكونون معلقين بحبال تتدلى من جبال الهيمالايا على ارتفاع أكثر من 2000 إلى 6000 متر، ورغم أن هذا الأمر خطر إلى أنه يمثل تقليدا قديما منذ آلاف السنين ويمارسه الرجال دون النساء، ويسمى ثكان القبيلة أسماء منحدراتهم بأسماء الصيادين الذين لقوا حتفهم في فترة حصاد العسل. هذا العسل البري يستخرج من رحيق أزهار نبات الرودندرون السامة، وإن تناول هذا العسل يسبب تشنجات مؤلمة للذين يتناولونه بكميات كبيرة، لذلك يؤخذ على شكل جرعات صغيرة حتى يعتاد الجسم عليه. عند تناول هذا العسل بكميات قليلة بعد مرور حوالي 15 يبدأ الجسد بالبرودة، تبدأ بالشعور بأعراض الهلوسة كما لو أنك تتناول مواد مخدرة، حيث تشعر بالانتشاء وبرودة الأطراف، وكلما زادت الجرعة زادت الأعراض. تم توثيق قصص هذه القبيلة ورحلتهم في جمع عاد العسل في فيلم صيد العسل الأخير، وهو الفيلم الذي تم إصداره في عام 2018. يقول شخص وهو جزء من صناعة هذا الفيلم: أكلت ملعقتين من هذا العسل وهي الكمية الموصى بها من قبل الصيادين، وبعد حوالي 15 دقيقة بدأت أشعر بمزاج عالي قريب لشعور تناول الحشيش. ولكن هذا العسل مكلف جدا، حيث أن هذا النوع من العسل هو الأرجح الأغلى ثمنا في العالم، فثمنه قد يصل إلى حوالي 166 دولار للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى أن الاستهلاك الزائد منه يمكن أن يتسبب بحدوث تأثير مماثل لأخذ جرعة زائدة من المخدرات، والتي تشمل المرض والتقيؤ والإسهال وفقدان الوعي والإصابة بنوبات عصبية، وقد يكون قاتلا في بعض الأحيان، ولهذا السبب كان يستخدم كسلاح في العصور القديمة. في الأخير، من تمكن منكم من شراء هذا العسل فليخبرنا بتجربته. كان معكم معاذ. سلام.